فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك مجاز في القرآن أو الشريعة مع العلم أن أناس لهم شبه، مثل قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا؟ ليس في القرآن مجاز، بل ولا في اللغة العربية مجاز، وإنما هذا شيء أدخله الأعاجم الذين لم يعرفوا العربية من قبل واستعربوا، فما لم يعرفوه قالوا هذا مجاز، فليس هناك مجاز ولله الحمد. والعرب يفهمون لغتهم، والقرآن نزل بلغة العرب وليس فيه مجاز. اشتعل الرأس، الاشتعال معناه ظهور البياض في الرأس، مثل ما تظهر الضوء في الحطب. الاشتعال يختلف باختلاف الأشياء، ما هو بالاشتعال خاص باشتعال النار. الاشتعال هو ظهور اللون في مكان لم يكن من قبل. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.